مساء الخير متهيألي مفيش إنسان النهاردة يقدر يستغنى عن التليفون بنشتغل بالتليفون بنحب بالتليفون بنحول فلوس وبنحاسب بالتليفون بس يا ترى ينفع نربي ولادنا بالتليفون التليفون وبس ده السؤال اللي سألته لنفسي وأنا عمالة أقرأ قصة إكرام إكرام بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا بقالي 30 سنه علاقتي بأمي تليفونات وبس. طب ليه مش بيتقابلوا؟ المدة دي كلها قاعدين بيعملوا ايه؟ تعالوا نسمع القصة من الأول ونشوف إكرام بعتت تقولنا لنا ايه؟ اسمي إكرام عندي 47 سنة ولسه أنسة، والدي ووالدتي من الأرياف بس اتجوزوا وعاشوا في القاهرة مدة طويلة بحكم ظروف شغل بابا وفي فترة إقامتهم في القاهرة أمي خلفتني وعشت معاهم لحد ما بقى عندي 14 سنة لحد ما الخلافات اللي ما بينهم زادت وصلوا لطريق مسدود سبب المشاكل الكتير إن والدتي كان كل اللي يهمها الفلوس لما أمها اتوفت أمي قررت إن هي ترجع لبلدها وتعيش هناك عشان تحافظ على الورث اللي ورثته عن أمها بابا حاول يفهمها انها ممكن تبيع ورثها تفضل جنبه في مكان شغله وتحافظ على بيتها وبنتها بس هي كانت مصممه كانت عايزانا نرجع معاها البلد كلنا ونبقى جنب ورثها كان كل اللي هممها الورث والفلوس وبس لحد ما حصل الطلاق رجعت قريتها يا سالي وسابتني لوحدي في القاهره كنت ساعتها في اعداديه لا عندي اخ ولا اخت ولا حتى قرايب وابويا قرر ان هو يوهب حياته كلها ليا ما اتجوزش بعد طلاق امي وفعلا بعد الطلاق امي فتحت مشروع واشتغلت كانت دايما مشغوله عني ومن وقتها وانا في وادي وهي في وادي تاني خالص ولا كانها امي 30 سنه عدوا عليا من غير ام رغم ان امي عايشه وعلى قيد الحياه 30 سنه علاقتي بيها مجرد تليفونات حتى المكالمات دي كنتش بشوف فيها اي نوع من حنان الام كتير كنت بحس اني محتاجه لها اتصل بيها عشان احكي وافضفض زي اي بنت سنها صغير محتاجه لحضن امها واستغرب واتصدم لما تقولي انها مش فاضيه عشان عندها شغل وتقفل بسرعه كانت المكالمه بيني وبينها ممكن ما تعديش دقايق 30 سنه دايما مشغوله عني مش قادره انسى لغايه دلوقتي لما كنت بقى يطلع في التليفون كانت تقول لي ما دام في اكل في تلاجتك عايزه ايه تاني؟ امي مش معترفه بحاجه اسمها الحاله النفسيه الحاله النفسيه عند بنت امها بعيد عنها هتصدقيني لو قلت لك ان كانت بتعدي عليا ايام من كتر الحزن والاكتئاب كنت بتشاهد فيها وبحس ان مش هيطلع عليا نهار بس بفضل ربنا حاولت اتكيف مع الطريقه دي وعدت الأيام والسنين لحد ما والدي توفى من 15 سنة اترجتها وقتها ما تسيبنيش لوحدي رفضت وقالت لي ليكي رب اسمه الكريم لا بجد أنا محتاجة أقف هنا شوية هو في كده ناس تقعد تعمل فلوس تجري ورا الفلوس عشان تريح عيالها عشان ما تخليهمش محتاجين حاجة بعد ما يتوفوا عشان تساعدهم حتى أنهم يبقوا كويسين ويعلموهم ويربوهم طب إيه لازمة الفلوس اللي هي بتجري وراها بنتها تعبانة ومش لاقياها بنتك بتترجاكي تبقي جنبها ليك ليكي رب أصل أنا مش فاضية اقفلي عشان عندي شغل تعالوا نكمل بقية القصة صدمتي فيها ساعتها كانت كبيرة قوي لدرجة اني جالي مرض اسمه الفايبرو وده مرض بيسبب سوء النوم التعب والتشوش الذهني والشعور بالوجع والتيبس في العضلات جات لي عقدة الخوف من المستقبل ومن بكرة ورفضت أتجوز <applause> لحسن ألاقي حد مش حنين علي ممكن يتخلى عني بسهولة زي ما أمي عملت ما نفعنيش في حياتي غير معاش والدي اللي سترني وحسسني بالامان وكفاني شر الحوجه ده غير بيته اللي ساترني بعد ربنا سبحانه وتعالى ودلوقتي ماما كبرت في السن بقت عايشه لوحدها في القريه وبتطلب مني اروح اعيش معاها وانا استحاله اقدر اعيش في القريه بعد ما قعدت في المدينه عمري كله خصوصا انها ما عودتنيش على عيشه هناك حاولت اقنعها ترجع تعيش معايا رفضت وقالت إنها خدت على عيشة هناك في القرية. فقلت لها وأنا كمان خدت على عيشة في المدينة. حاولت فترة من الفترات إني أجرب عيشة القرية عشان أبقى جنبها بس تعبت جدا جالي اكتئاب من كتر العزلة لأن أمي اتعودت على العيشة لوحدها. كنت بحس إني لوحدي حتى وأنا معاها. كنت بقعد ساكتة بالأيام لأنها مش واخدة على الكلام معايا. لما كنت بحاول أفتح كلام معاها وأحكي لها على مشاكلي وحياتي ألاقيها مش مستوعباني. لغه الحوار ما بينا بعيده جدا جدا كل دماغها في الورث والفلوس وبس مش مستوعبه عمري اللي راح دايما تعايرني بعدم الجواز بتتمنى لي الفشل طول الوقت وكل شويه تعايرني اني خايبه بتتعامل معايا كاني حد معرفه مش مستوعبه اني بنتها لحد ما وصلنا لنقطه الصفر مش عارفين نحل المشكله لا هي قادرة تعيش في العالم بتاعي بحجة إن شقة والدي صغيرة وبسيطة وهي اتعودت على البيت الواسع مع إنها هي اللي اختارت الشقة دي أول ما اتجوزت بابا الله يرحمه ولا أنا قادرة أعيش في قرية ماليش أي صلة بيها ولا قادرة أتقبل طقوسها أمي هي السبب في كل ده هي اللي طول 30 سنة كانت بعداني عن حياتها كانت مشغولة بالفلوس والشغل والورث دايما بتتحجج ان الورث ده هي شايلهولي مع انها مش قادره تستوعب ان اجمل سنين عمري راحت والورث ده عمره ما هيعوضني عن اللي راح ولا حرماني منها وانا مش عارفه اعمل ايه وانا مش عارفه اعمل ايه لحد هنا وخلصت رساله اكرام كل واحده فيهم شايفه الحياه بشكل مختلف تماما عن التانيه مش قادرين يقربوا من بعض احساس صعب قوي على اي بنت ان هي تعيش عمرها كله بعيده عن امها مش عارفه يعني ايه ام اساسا مع ان الام لسه عايشه وبخير وربنا يديها الصحه احساس صعب جدا على اي ام انها تكبر في السن تبقى محتاجه لرعايه بنتها محدش يدخل عليها غير بنتها بس بنتها مش قادره تقرب بسبب الحاجز اللي ما بينهم طب اللي حصل ده ممكن يتصلح تفتكروا وازاي الاتنين ممكن تاني يرجعوا لبعض يبقوا كويسين مع بعض ويعرفوا يتعايشوا مع بعض بذمتكم مش في ناس كتير قوي عايشين في الدنيا دي وحاسين ان هم لوحدهم حتى وابوهم وامهم موجودين هنحاول نجاوب على اسئله كتير جدا استنونا بعد الفاصل أسوأ وأوحش أنواع اليوت إن الواحد يحس باليوت رغم إن أبوه وأمه عايشين ده اللي حصل في حكاية إكرام بطل القصة حقيقية النهاردة مامتها وباباها كانوا من الأرياف وجم يعيشوا هنا في القاهرة ليه؟ عشان باباها بيشتغل هنا لحد ما وصلت إكرام للإعدادية وقتها أمها ظهر لها ورث كبير قوي في بلدها طلبت من أبو إكرام أنه يسيب شغله ويرجعوا يعيشوا في البلد تاني يبقوا جنب الورث رفض زادت الخلافات ما بينهم وخلاص مش عارفين يوصلوا لحل أصرت إن هي ترجع فتطلقوا. سابت الأم إكرام بنتها ومشيت مركزة طبعاً في الفلوس والفلوس والفلوس وبس إكرام كل ما تتصل بمامتها تقول لها هقفل عشان عندي شغل المكالمة ما بتكملش دقايق عاشت إكرام على الحال ده 30 سنة بحالها من غير أخ ولا أخت ولا أم لحد ما باباها اتوفى بقت اكرام لوحدها في الدنيا جالها مرض مزمن بيخليها بتعاني من سوء النوم تعب تيبس في العضلات غير ان هي طبعا جالها عقده من الجواز بقى عندها 47 سنه ولسه انسه وساعتها اكرام طلبت من مامتها ان هي تيجي تعيش معاها رفضت الام قالت لها تعالي انت انا قاعده في البلد جنب الورث اللي انا شايلهولك لما جربت إكرام تروح تعيش معاها لقيت نفسها غريبة وحيدة رجعت تاني القاهرة الأم كبرت في السن محتاجة حد يراعيها وفي نفس الوقت محدش قادر مش قادرة أقول مش عايز محدش قادر يروح للتاني محدش قادر يعيش مع التاني عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور الهام الرميلي استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري عشان نشوف هنعمل ايه منوران يا دكتور ميرسي ابارك يا دكتور الحمد الهام الله. ايه رايك في, في قصه النهارده هي قصه طبعا موضوع المشاكل العائليه منتشره كتير جدا واكتر حاجه بتاثر في الاطفال في صغرهم موضوع المشاكل الأسرية دي طبعا أكتر حاجة بتعمل الأمراض النفسية لما بيكبروا مم. أكتر حاجة بتسيب أثر في البني أدمين عامة يعني زي ما يقولك تروما إن هي حاجة مكملة معاه فور ايفر في حياته كلها النقش مم. في الصغر كان نقش على الحجر يعني أي حاجة بتحصل وهم صغيرين بتفضل معلمة جواهم لغاية ما بيكبروا الذاكرة بتبتدي تتكون إمتى؟ الذاكرة بتبتدي تكون من نقول من ثلاث سنين بيبتدوا يعني ثلاث يعني سنين فاكرين؟ أه طبعاً يعني طبعاً. أنا خالتي توفت يعني وإحنا عندنا ثلاث سنين أنا مش فاكرة خالص يا دكتور حتى مامي بتقعد تفكرني بيها أنا مش فاكرة الزمن اختلف تكنولوجيا بقت متطورة الدماغ بشكل مش طبيعي دلوقتي من ثلاث سنين آه. يقعد يركز معايا ويفتكر لي حاجات؟ جداً جداً كل حاجة كل حاجه يفتكر يفتكر بس مش طبعا مش زي بعد كده يفتكر حاجات بسيطه ممكن يفتكر جدته يفتكر مواقف اه يفتكر طبعا انت بتلاقي الطفل عنده ثلاث سنين دلوقتي وبيكلم كلام انت بتستغربيه اصلا آه. تقولي ايه ده انت عرفت ده منين فالتكنولوجيا طورت الدماغ بتاعه الاطفال بشكل مش طبيعي طب واكرام بقى دلوقتي ايه رايك في مامتها هي هي حاله مرضيه ايه ده, ده, تعتبر... ده بيبقى مرض؟ اه طبعا ولا أنا بتبقى إيه؟ الام عايزه تشلها أنا, إيه؟ انا عايزه اعمل لابني الاصلح؟ الام حنان البيت ده الاب الامان والام الحنان فالام في حاله اكرام هي تجردت من كل معاني الامومه <applause> خالص احنا بيجي وقت علينا اه في الاول بنبقى بنفكر واحنا صغيرين بانانيه انا وعايزه ابقى لمجرد ما بيبقى عندك طفل ويكبر قدامك خلاص بتنسي نفسك نهائي وكل اللي بتفكري فيه الطفل ده انا هربيه ازاي بس احيانا بيبقى العكس بتحسي ان الاب بيبقى الأب حنين اكتر بيبقى حنين اكتر اه والام مركزه تحسيها مصحصحه في فلوس في مش عارف ايه ده ممكن يعمل عند الطفل مشاكل اه طبعا اه طبعا يعني كل واحد يقوم بدوره احسن طبعا الاب امان الاب امان دايما والام هي الحنان فهي فقدت اكرام الح... العامل للحنان في حياتها طب وليه ما كانش ينفع الاب أنه هو يرجع الهام يعني ليه دايما الست بتتبع الراجل في شغله طب ما انا جالي ورث ما ضحيتش ليه وجيت معايا وكان بنتنا عاشت الاب ايه برضه ممكن هو مرتبط بشغله مرتبط ممكن. بنيته هي الست اللي بتبقى تابع الراجل مش الراجل اللي بيبقى تابع الست ده في ناس بتعتبرها اهانه ليهم ليه بقى هي دي ثقافه مجتمعيه ما ينفعش الراجل يروح مع مراته ويريحها لا مش حكايه ثقافه مجتمعيه آه القوامه مم. هو حاسس ان الست هي اللي تابعه مش هو تابع الست ايا كان كانت كانت تقدر توازن الموضوع ده كانت تقدر تشوف حد يتابع موضوع الورث في البلد كانت تقدر تشوف حاجات كتير قوي كان يقدر هو يروح معاها برضه كان يقدروا إله. مثلا يروحوا يتابعوا ويرجعوا هو استقراره هنا هو عامل مكانه في المكان ده كان شايف هيشوف شغل هنا عشان يريح دماغه ويكسب عيلته احنا ما نعرفش وجهه نظر الاب في الموضوع ده ايه بس انا كحاجه حاله عامه لا دايما الست هي اللي بتتبع جوزها مش الراجل هو اللي بيتبع مراته بيعتبروها اهانه بيعتبروها اهانه في حقه دايما يقول لك لا ما يصحش ايوه اهانه هو انت لا تصرفي على البيت أوه يعني ولا زي بيقول إيه؟ لك مثلا بتبقى الست مثلا معروفه او كل مدام فلان او لازم يقول مدام فلان ما ينفعش يقول ده ده مرات مراته فلانه لا يعني الرجاله فعلا ممكن تزعل لو حد قال له انت جوز كذا جوز فلانه اه طبعا حضرتك جوز سالي عبد السلام دي حاجه تزعل طب اشمعنى ابو سالي عبد السلام ما بيزعلش واخو سالي عبد السلام ما بيزعلش لا بس انت تابعه لباباكي واخوكي انت اللي لهم مش هما اللي تابعيني ما هو جوزي انا تبعه وهو تابعني انا أيوه. متقال انت انت مرات بس القوامة آه القو... القوام المين القوامة لمين للراجل دايما مم. دي حاجات من قديم الازل يعني مش ه... خلاص هي سنه كونيه ما ينفعش ان احنا نغير فيها فيش راجل يبقى حنين شويه يجي على نفسه شويه بس دايما هو شايف ان ده كان مكانه وده وضعه من الاول وهي كانت موافقه انه عايشه كده اول ما ظهر لها الورث هي فضلت ان هي تسيب كل حاجه وبدت مصلحتها على مصلحه بنتها وعلى مصلحه بنتها. هو اللي خاف تفتكره أنه هو طمعان او خاف ان هي تبقى او أنا منه خاف من نظره الناس قليل. او خاف من نظره الناس له ممكن هو تابع لمراته اول ما لقى الورث راح معاها في المكان الفلاني هو ممكن حسبها بحاجات كتير جدا مم. بس انا كنت شايفه الوضع الصح ان الام تفضل مع بنتها ممكن يتابعوا الموضوع ده يسافروا مره او مرتين ويشوفوا حد هناك يقف على الورث ده ويظبط الدنيا هناك ما كانتش ثابت بنتها هي البنت في السن ده اكتر وقت محتاجه فيه للام طبعا اكتر من الاب طب ومشاعر الامومه دي بتختلف من ست لست اه طبعا والله طبعًا. مش هو ربنا بيزرعها فينا من واحنا صغيرين بالعروسه في ام حنينه قوي وفي ام اهم حاجه مصلحتها اهم حاجه انا ابقى ايه انا وفي عيال إيه؟ بتحب امهاتها قوي عن عيال تانية ممكن ما يفرقش معاهم الام ده بجد؟ على حسب الام عامله ايه مع الطفل شكرا زرعت ايه؟ زرعت ايه؟ طبعا طبعا اه طبعا انت اللي بتعمليه النهارده هتلاقيه بكره هو صح؟ ده بقى اللي بقوله لمامة اكرام هي مم. ما عملتش اي حاجه مع بنتها مستنيه دلوقتي لما البنت عانت طول عمرها في الطفولة عانت من عدم وجود حنين عدم شايفة كل زمايلها وكل أصحابها معاهم أمهم حنانها وكل ده هي اتحرمت من حاجات كتير هي كانت الأم في كل ده لك أنا كنت بتشاهد بخاف ما يطلعش عليا صبح أيوة البنت عانت كتير إيه المرض اللي كل إيه ده ايه اه ده التهاب عضلات ليفيه ده يعني ده بيعرفوا مين؟ بتشخص ازاي؟ بيعرفوا انا مره المرض ده أيوة. حتى اقرا عنه. ده بيسبب آلام شديده في العضلات والمفاصل، بيعمل قله نوم، ارق، ده بيجي عن طريق الاكتئاب كمان، بس ده مرض مرض احنا أيوة. كلنا بتلاقينا عندنا فترات بنبقى التهاب, كده. التهاب فترات عضلات. عضلاتنا كلها مش قادرين نحركها ومش قادره امشي و... ايوه ده التهاب عايز. عضلات ده بيجي عن طريق حالات اكتئاب شديده، بيدخل بعد كده ما احنا الاكتئاب والقلق ده بعد كده بياثر على جسمنا. بيعمل حاجة تنوم. في الاعصاب بي... اه طبعا اه طبعا الام شديده في العضلات وفي م. المفاصل وقلة نوم ارق اكتئاب م. بيروح طبعا عن طريق العلاجات والادويه وعلاجات مضادات الاكتئاب وبيروح عن طريق كده يعني ادويه لازم تتعالج بما انك يا دكتور في اسكندريه اسكندريه يمكن كلها عارفه بعض اه طبعا اسكندرانيه اجدع ناس طبعا <applause> كلها عارفه بعض بتحس ان هي صغيره جدا لدرجه ايه قد المعادي مثلا في القاهره أو بجد اه اه ده حقيقي شفتي الحالات دي قد ايه كتير يعني ده موجود في مجتمعنا بجد ولا ده خلاص يعني ده بدا يروح لا, لا لا ولا بدا بيكتر انا عايزه اعرف لا ده احنا ده على إيه؟ ما بتبقاش بنت واحده ده ممكن يبقى ثلاثه اربعه والام بتفضل مصلحتها على مصلحه الولاد أنا ولا بتفضل و... عيل من العيال لا بتسيب كله اه كله في امهات يعني تعمل يعني لو كدا. انا لو لو اتطلقت مصلحتي تاخد العيال عيالك تسيب اه 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 تسيب وتقول لك لا انا مصلحتي انا اعمل كده ولما انا جوزت صغيره وما عشتش او بالزبط. انا محتاجه ابقى اكون نفسي او محتاجه ابقى نفسي بس الام اللي كده بقى دايما اقول لها ما تستنيش بقى من ولادك دول خير بعد كده بصراحه اللي انا شايفاه يعني, يعني حد منهم ممكن يبقى حنين يعني ما فيش عيل ممكن يقول هما بيتعذبوا الالم اللي بيشوفوه في عدم وجود الام بيخليهم يقسوا عليها قوي قوي لان بيتربوا يتمه في وجودها فكل ما طفل يشوف ام مع ابنها في مدرسه في في, في مكان خروجه في اي حاجه خلاص دي عقده بتتربى عقده جواهم بيحسوا إن أنه ايه بيحس باليطم. بيحسوا بيحسوا باليتم في وجود الام ده بيبقى اصعب من اليتم في وفاه الام لإن الأم موجودة واستغنت و... عنهم ده بيبقى الوجع أكبر يعني زي ما مع... عمل عقدة الإكرامية تقول مش عايزة أتجوز؟ آه طبعًا. 47 سنة مش عايزة آه طبعًا أقول لك ليه؟ ليه؟ لق... لقيت أقرب إنسانة ليها في الحياة استغنت عنها طب فاقد الشيء لا يعطيه؟ يعني هي هي مش عايزة تخلف عشان تدي الحنان ده؟ بصي ال ال, ال... النظرية دي تختلف على حسب الشخصية مم. في فاقد الشيء يعطيه ببذخ وفي فاقد الشيء لا يعطيه مم. على حسب برده هي من جواها حنينه طبيعي الاب عرف يزرع الحنيه جواها مم. عرف يحتويها عرف يعمل الحاجات دي كلها ولا لا مم. لو الاب عرف يعوض الحاجات دي ممكن تلاقي بس هي ان هي مش عايزه تتجوز ده هي تعقدت خلاص هي اوريدي تعقدت قالت يعني قالت لك ايه انا اقرب حد ليا كان المفروض يديني الامان والحنان استغنت عني إن فالزوج هي اللي هيجي اه اه الزوج اللي هيجي ده مش هيعوضني عن الحنان ده وفي نفس الوقت هي خايفه من حته الامومه طب ما ممكن يطلع زي باباها ويطلع كويس وسنده وضهر هي خايفه من حته الامومه اللي ما حسيتهاش هي ما حسيتش بحنان الام م. مش هتعرف تدي ده لحد او خايفه ان يجي وقت ان هي حد يتحط في الوضع اللي هي اتحطت فيه اه طب مش ان هي تست... مش ان هي اللي تبعد لا ممكن يحصل انفصال ما بينها وبين الاب ان الاب ياخد ابنه او بنته ان هي تنفصل عن الطفل ده فهي حته عدم وجود الام عملت لها عقده عقده نفسيه مش قادره تبقى ام بس أنا عايز اعرف ليه الواحد ما يروحش يعني ما بيجي مثلا يقول لك ايه هنروح يومين البلد نغير جو ونشم هوا نضيف آه. ناكل فطير ناكل مم. اكل صحي تعيد تفكري كده ناكل بسمن بلدي حتى لو كانت بتتخن بس انت آه صحيه آه عن اللي احنا بناكله هي ما فكرتش ان هي ممكن تاخدها من ناحيه ناحيه علاجيه وتروح لمامتها هي 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 مش شايفه ام هي مش شايفه ام خلاص ومش عايزه حتى تتعالج يعني مش مش شايفه يعني ان هي هي, هي, حتى هي بعد وفاه الاب هي كانت بتتحايل عليها ان هي محتاجاها والام برضو كانت بتتعامل بغباء بانانيه صح. خلاص انا احتجت انا وقت ما احتجتك في اصعب فترات صح. حياتي انت انت تخليتي عني ده اكرام فيها الخير ان هي ما نسيتش مامتها بزا. ولسه بتكلمها لحد دلوقتي يعني كويس ان هي بتكلمها فعلا صح. لان في حالات بتقطع ما بتقبلش اي اعذار خلاص انت انت يعني تخليتي عني في عز احتياجي ليكي جايه دلوقتي لما انت احتجتيني عايزاني فالوضع صعب يعني هي صعبة مع إكرام قوي وأنا صعبانه عليا الأم برضو لأن هي عملت كده طب جدل. الأم ممكن نغير فيها أي حاجة؟ فات خلاص فات زمن التغيير خلاص ما أنتِ دلوقتي جيتي وقت إحتياجك ليها كان الوقت تقدري تغيري بعد وفاة الأب كان ممكن الأم تروح تحتوي بنتها وتقرب منها وتعوضها بقى على وجود الأب ده حتى لما اكرام كانت بتكلمها تقول لها لا انا مشغوله اقفلي انا يعني انت مالكيش حجه مم. دا ده تليفون يعني حتى ما احتوتهاش آه بالتليفون حتى. طب اكرام ممكن نغير فيها حاجات اكرام انا لو هحب اكلمها هي برضو يعني شافت كتير طبعا يعني زي ما قالت لك عمري راح هي شايفه ان العمر راح في عدم وجود حنان أم دي أصعب حاجة. فإكرامة فإكرام أقول لها يعني هو البر لو أنتِ تقدري عليه ده ثوابك عند ربنا كبير قوي لو أنتِ تقدري عليه. لكن لو أنتِ مش قادرة عليه آه أنا مش هعرف أقول لها تعمل إيه. طب مع جملة عمري راح، أنتِ في حاجة اسمها العمر راح؟ هو العمر ما راحش بس هي عشان, عشان ما ممكن حسيتش نبدأ بعد 50 صح؟ عشان آه بس هي عشان ضاع أحلى فترات عمرها في عدم وجود حنان الأم فعدم وجود عقد شايفاها قدامها، وجود ام صح. كل زمايلها حواليها، فهي شافت في احلى فترات حياتها عدم وجود حنان وامان بالنسبه طب لها. طب امتى يا بنقول لعمر امتى ممكن اقولها؟ مسموح لي اقولها؟ بصي هو انا دايما طول بقول طول ما احنا موجودين في الدنيا وبنتنفس انا بقول ان عمر ما راحش بس في حاجات تعوض حاجات كتير تقدر تعمل عيله حاجات افتراضي خلاص راحت مش هتيجي تاني ما دي حقيقه حاجات فيزيولوجيه حاجات بيولوجيه حاجات هي, بيولوجية هي, هي اساسا رجعها. فرصه الامومه بالنسبه لها م. تقريبا راحت لان يعني هي 47 سنه م. فخلاص فرصه الامومه عندها هرموناتها وكل حاجه لو خلاص ده ما كانتش عامله تجميد بويضات او هي غير مؤهلة او بيولوجيا يعني ينفع تخلف ولا لا بالظبط فهي بالنسبه لها تحاول تعوض النقص ده في حياتها <applause> لو تقدر تقرب من مامتها تاخد ثواب عند ربنا مضاعف البر لان الام ما كانتش بالنسبه لها ام طبيعيه فكون ان اكرام تتعامل مع الام دلوقتي ببر ده هيكون ثواب مضاعف بالنسبه يعني لها يعني اللي حسيتهم كده إنه مامتهم مش موجودة حسيتهم عايزين يخلفوا بالعكس يخلفوا عشان يعوضوا يعوضوا ما, ما شافوهوش ما أنا قلت لك على حسب الشخصية في ناس عايزة تعوض عندها فائض ده تقدر تعوضه في حد وفي ناس مش قادرة تتعامل أو على حسب, حسب الوجع البيبي ده تروح على, على... على ولده على قد ويلد. شدة الوجع هي اتوجعت لدرجة عملت لها كلكيعة جوه يعني مش يعني حتى مش عايزة تفرحها طب طب ليه الأهالي ساعات بيذلوا عيالهم تقول لها يلا لما اتجوزتيش وتعايرها هي فين مش ام اساسا ما هي اساسا اللي مم. سابت طفله وسابتها واستغنت عنها وسابتها للدنيا كده هي فين الام في ده لما ده أصلاً؟ بيقولوا كده لعيالهم بيحصل ايه او انت ما تتعشريش او ما حدش شايفك حلوه ده, ده تنمر ده تنمر, تنمر ايه ده بيروحوا يكلموا ناس ثانيه بتروح تكلم حد عشان يثبت لها ان هي حلوه عشان يقول لها كلمتين عشان أيوة يتحك طبعاً. على بنتك أيوة فانت طبعًا. اللي تبقي في الاخر بتشربي اللي انت بتعمليه ايوه طبعا طبعا, أنا بعيني ايوه طبعا هي كده هي بتكسر كل حاجه حلوه في بنتها بتكسر الثقه بتكسر طبعًا. كيانها بتكسر كل حاجه ده, ده, ده الام والاب دول بيبقوا دا داعم لاولادهم هم ما فيش واحده هتقبلك هم يروح اللي لها مش عارف مين يحرق لها دمها طب انت بتعملي ايه ايوه ايوه فدايما السند واللي بيكون شخصيه الطفل او شخصيه البنت الام والاب في البيت اول حاجه طبعا افضل قوي فيها حتى لو البنت مش حلوه انت زي القمر انت مش شايفه نفسك اه والله انت مش عارف ايه ده الامهات ماشيه حلوه عارف. البطه جميله البطه أيوة. والله دا العظيم دا انا بشوف إيه؟ انتي <applause> انت عارفه والله <والمهارف>. حريق <applause> يا طنط سايباهم علينا كده ليه ممكن تكون مش حلوه خالص البنت ومن <تصفيق> كتر <applause> الثقه اللي مامتها وباباها حاسه ان هي ملكه الجمال ايه في الجمال ايه في <applause> الجمال والله العظيم الثقه دي وعايزه اقول لك حاجه حطوا الثقه دي جوه البنت فالبنت مش حلوه وتحس ان هي شايفه نفسها جدا ان هي قمر وتشوف نفسها علينا حضرتك احنا اللي بنتاذي من عيالك يا مدام احنا اللي احنا بنتكلم فيها يعني مدام اخذت الثقه منين من, مامتها دي, دي حاجه كويسه, كويسة ان مامتها عملت كده معاها والله العظيم اعرف ناس على السوشيال ميديا انه الناس تقول لك يا رب ربع ثقتها بنفسها اه طبعا واكيد وراها ام واب قالوا لها برافو على اللي بتعمليه ده الاساس عليها. البيت الاساس البيت والام مدرسه صح الام مدرسه ان قعدتها قعدتها شعبا طيبا أعرف. ما حصلش بقى دي هنا حقيقه كده. هي ما لقتش ولا مدرسه ولا لقت اي حاجه طب نقدر نقنعهم هم ازاي يعني الاثنين ازاي فهو في امل ولا بلاش نقنعهم ولا ايه؟ هو بصي هو الموضوع صعب انا 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 كلامي مع اكرام ان م. هي تحاول تاخد الثواب ده ان هي تحاول تبر مامتها تروح مره في الاسبوع حتى بلاش تروح تعيش هناك على طول صح. تروح لها مره في الاسبوع زياره صح ما قدرتش تعمل ده تتواصل تليفونيا بس اللي انا عرفته من القصه ان هي على طول كبتها ده حتى لما بتحاول دلوقتي تقرب على طول اللي يعني ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي على طول فضل. بتطلع كل عيوب البنت اللي هي سبب فيها فضل. الام كانت سبب في ده هي الام مش معترفه باي حاجه من دي مم. فهي الام بصراحه يعني هو جزاءها عند ربنا ان هي عملت كده في البنت وزنب البنت دي في رقبتها دي حقيقه انا بقى اسمع منك بقى روشته اخيره لكل الامهات اللي بتعمل كده في عيالها تقول لهم ايه اقول لهم ولادنا دول أنا بحس إن دول تحويشة عمري. يعني بجيبهم كده في الأول بيبقوا صغيرين دول بحوشهم في الزمن لما أنا أحتاجهم. ولد صالح يدعو له حتى لما أيوه طبعاً لما أيوه طبعاً أنا دلوقتي بصحتي بروح وباجي وبعمل أنا مش حاسة بقيمة ولادي إلا لما بقع. اللي م. دلوقتي مامة إكرام محتاجة بنتها لما كبرت وحست إن هي محتاجة حد يسندها. لما تكبر بقى وتلاقي السند ده دايما بقول الولاد دول تحويشه العمر، مش فلوس بقى ولا تقولي لي شغل ولا ولا ورث اللي سابت بنتها عشانه لا اللي هتزرعيه النهارده هتلاقيه بكره. طبعا ده اساسي، زرعت حنان هتلاقي حنان. أسوأ هتلاقي هتلاقيه قسوه، وقبل ما اطلب من ابني اعمل ده معايا اكون انا عملته مع الاول عشان الاقيه. بقى... طب لو انا ما عملتش ده مع ولادي او مع ابني وانا بقول له واطلب منه اللي زي اكرام دول يعملوا يعني إيه؟ ممكن تحنني قلبهم ازاي يعني نقول لهم زي روشيتا برضو يعملوا ايه اللي زي اكرام اقول لها بر الوالدين ايوه هي ما هي مش هي مش ام يعني هي بصي يعني انا بروح واجي معاكي في طريق بس كل ما افتكر كل تفاصيل في القصه طبعا هي ما كانتش ام من اول من الالف للياء ده احنا لو بتكلم غريب في التليفون وقال لي اقفلي انا عندي شغل مش هكلمه تاني اصلا ما بالك الام ووجعها ام ووجعها واللي و... هي تخلت عنها في عز احتياجها ليها مم. في سن انا محتاجه فيه امي سن مراهقه سن بكبر شايفه كل زمايلي وكل اللي حواليا عندهم امهات ورايحين وجايين معاهم وانا مش لاقيه مامتي بس للاسف عايزه اقول يتيمه في وجود يلهم... الام عايشه اي برضه الهام في اهالي عرفت تزرع دفع عيالها ان هو يقولوا له إيه انا بشتغل عشان اجيب لك فلوس بقى الولد عمر الفلوس فلوس. لا بجد بس انا عايزه اقول لك حاجه مستني الفلوس عشان هخرج بيها عشان ابني بيعمل كذا عشان مش شفتها اه بس انا عايزه اقول لك حاجه الفلوس ايوه هو بيستنى الطفل الفلوس بس لما بيكبر ما بيفتكرش الفلوس اللي اتصرفت عليه بيكرهك انت والفلوس بيفتكر لحظه حلوه خرجته فيها بيفتكر موقف هو كان محتاج يتكلم معاك وانت قعدت اتكلمت معاه فيه احتويته فيه صح. صح. هو ده اللي بيعلم جوه اولادنا مش الفلوس الفلوس بينسوها اتصرفت في لبس في خروجات في فسح كل ده بيتنسي دي حقيقة. الا لو وجود الاب موجود او الام بتكلم بحل مشاكلهم بعرف ايه اللي واجعهم بخرجهم بفسحهم انا اللي بعمل ده مش بديهم فلوس وروح اعملوا او أخرجوا او كده وبتلهي عنهم بالفلوس اكرام ممكن قربها من مامتها يخليها تاخد ادويه او علاج اكتر ما ليها فيه ممكن اه لأنه كل ما هتشوف الام هتفتكر المعاناه اللي هي عانتها انا بقول انا بقول الواقع هي هي يعني على مدار سنينها هي ما حستش بلحظه حنيه من الام هي هي بصي هي في غربه ما بينهم دلوقتي مم. يعني هم عشان كده ما رضيتيش تتحملي عليها تقولي روحي عيشي هناك لا ما اقدرش اقولها كده بصراحه ما اقدرش بس دايما اقول لها بر الوالدين حاولي لو قدرتي على نفسك عشان تاخدي الثواب عند ربنا مضاعف مم. بريها بريها ان شاء الله حتى بالتليفون استحملي ربنا يخليكي ثانك يو أيوة استحملي. استحملي. وعارفه ان انتي بتعملي كل ده لله ونورتي. اه طبعا ميرسي ميرسي يا دكتور ربنا يخليك ميرسي أنا. استنونا بعد الفاصل لسه محتاجين نتكلم شويه صغيرين هنا في قصه حقيقيه. انا مش عارفه اذا كنتوا مريتوا بتجربه زي دي ولا لا بس يقلي كلنا واحنا صغيرين جربنا احساس ان احنا نتوه من اهالينا. حتى لو لدقايق تفضل تلف وعمال بتصرخ ومش فاهم وبتندع عليهم قد ايه وقتها كنا بنبقى مرعوبين مش عارفين احنا نشوفهم تاني ولا لا دقايق بس كنا بنحس فيها انها نهايه العالم بنعرف فيها حرفيا قيمه الاب والام قد ايه وجودهم هو الامان بالنسبه لنا بس اكرام بطل القصه حقيقة النهارده تايهه وهي كبيره والاغرب هي عارفه فين عنوان بيتها وعارفه مامتها وبتكلمها بس ما حدش فيهم قادر يوصل للتاني في بينهم حواجز كتير كلهم هم شايلين بعد ما الزمن طبعا عدى عليه كتير وكل واحد فيهم ما تقربش للتاني القلب شال خلاص الغريبة بقى ان كل واحدة فيهم شايفة ان هي صح بس ايه من وجهة نظرها هي الام شايفة ان هي إن هي يعني كانت ممكن تعمل اللي عملته ده عشان تحافظ على ورث وتحافظ على اللي في الآخر فلوس لبنتها بنتها لبقى عندها سبعة واربعين سنة بقى عندها أمراض بقى عندها حاجات بتيجي في دماغها وتيبس في العضلات سبعة و... واربعين سنة ما فهمتش إن وجودها في حياة بنتها أهم مليون مرة من الفلوس بتعايرها انها نعم ما اتجوزتش قصتك ما اتجوزتيش انت ما تتعشريش ما حدش يرضى يبص لك ايه ولا الام اللي تبقى مش فاضيه ومشغوله و... او البنت اللي ما بتديش فرصه لامها زي ما انا قلت هنا في قصه حقيقيه في اول حلقه انا فاكره كويس جدا كانت حلقه برضو عن ام وبنتها كانت الام تقريبا هي اللي بتشتكي ان انا بدات ابقى صاحبه امي في الثانويه عامة وانا ندمانه على على الوقت اللي انا ضيعته كله وانا انا دايما بتاسف لها والله العظيم بروح ابوس ايديها انا اسفه ان انا ضيعت الوقت ده كله يا امي وان احنا ما كناش صحاب لاني يعني ما كنتش فهماكي او يمكن كان سني او يمكن كان اي حاجه عشان كده عمري ما بعيب او بقول انه يا جماعه اعملوا ده انا خايفه ان انا بقول يمكن ربنا رحمني اني ما خلفتش لحد النهارده ان انا ممكن ما اكونش ام صالحه ما اعرفش ان انا ممكن ما اعرفش ربي ممكن ابقى ما تزعليش مني يا ام اكرام بس الأم الصالحة هي اللي بتاخد بالها من عيالها بتسمع مشاكلهم ما تخلهمش يحتاجوا لحد ورث ايه اللي حضرتك بتعمليه وفلوس ايه ده في بيوت مفتوحة بولا حاجة بس فيها حنان ودفء فيها حب فيها أهل بيخافوا فيها كلمة ترن كده تيجي الأم تقول لهم مش عايزة حد يتكلم عليا كلمة وحشة عشان أنا عمري ما عملتلكوا حاجة وحشة وامشوا بما يرضي الله ويمكن دي النصيحة اللي أنا بقولها لكل الأمهات اللي يمكن تكون أمي عملتها معايا عشان كده مشيت زي الألف كنت بخاف حضرتك كنت فين يا مدام إكرام وبنتك 30 سنة محتاجاكي بعد كده بترجعوا تزعلوا أنا ده اللي مضايقني إنه بيجي يقول لك شوف ال... شوف الولد بيعملني إزاي شوف البنت مش قلبها عليا إزاي وبتجري على معرفش مين حضرتك زرعت إيه عشان تحصد إيه طب والله 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 وبشوفها في بيوت كتيره جدا الاقي العيال مش بارين ما هو هيبقى بار بيك ازاي انت عملت له علمته ايه انت كنت فين هو عمال يكبر طب ما انت لما كبرت عادي ما اصل بابا تعب وراح المستشفى طب هو ابنك كان بيتعب ويروح المستشفى وانت كنت واقف شغلك او بتبعته مع السواق او امه بتروح بيه وانت مش موجود وده اللي حصل انا انا عايزه اقوله لك يا اكرام انت ومامتك انه 30 سنه مش شويه لما تقول لك انا كنت بتشاهد بالليل قبل ما انام يمكن ما يطلعش عليا نهار طب انت تعرفي وهي نايمه كانت بتبقى متغطيه ولا لا انا اعرف امهات بيروحوا يبوسوا عيالهم عشان بتقول لك يمكن ما يبقاش في بكره وعيال بتروح تقعد مع اهاليها تكلمهم كل يوم وتشوفهم كل يوم تودهم كل يوم عشان يمكن ما يبقاش فيه بكره. ما عملتوش كده انتوا الاتنين ومش بلوم على الطرف ده او الطرف ده بس انا دايما بلوم على الكبير وده اللي بشوفه في المجتمع اللي بتزرعه هتحصده اصل انا بشلك الفلوس مش هتعمل بيها حاجه يا مدام اكرام قصدي مش هتعمل بيها حاجه يا ام اكرام انسه اكرام 47 سنه حضرتك بتزليها ان هي ما اتجوزتش او بتعايريها ما اتجوزتش عشان مش حاسه بامان مع حضرتك. فخافت لما الام رمت. يبقى الزوج اللي احنا ما نعرفوش ولسه هنبدا الحياه من جديد هيعمل ايه؟ وفي الاخر احنا اللي بنعاير عيالنا. بس انا رايي بقى نعمل حل. خلاص انا انا عارفه ان دي كلام جامد وانا اسفه بس انا رايي انه الصغير بقى اكرام اللي هيجي على نفسه يعني انا كنت بلوم الكبير بس بقول الصغير يجي على نفسه ليه عشان الصغير يقدر يتحمل ممكن نروح جمعه وسبت نشوفها عشان ما نسيبهاش عشان انا اعرف ناس كانت بتقعد تقول يوه امي بتكلمني وانا زهقت بتكلمني 24 ساعه انا زهقت انا زهقت تلف الايام بعد ثلاث سنين اهو تتمنى مكالمه من مامتها الله يرحمها مكالمه واحده يمكن ما يبقاش في العمر في بكره يا اكرام عشان ما تلوميش نفسك يمكن ماما كان حساباتها غلط بس مش هنعرف نعلمهم احنا مش احنا مش هنعرف نغيرهم انا يعني الحلقه دي عايزاكم تبعتوا لي على فيسبوك و... وانستغرام وعلى فكره بشوف كل الكومنتس بتاعتكم وبنرد عليها وبشوف الرسائل عايزاكم تبعتوا لي كام حد كان حاسس انه لوحده واهله موجودين في مواقف بقولها لكم زي ما احنا بنقول كل واحد فينا ليه حكايه من بعدها ما رجعش تاني زي الاول قولولي المواقف اللي ما رجعتوش بعدها زي الاول اللي عمرك ما هتنساه انا كنت قاعد مستنيك تديني فلوس وانا نازل وسبتني لوحدي او استلفت من صحابي او سبتني ما قلتليش كلمه حلوه او زي ما اكرام قالت كنت بتشاهد قبل ما انام عشان خايفه انا ما يطلعش عليا الصبح أستنىكم في قصه جديده بابطال جديده بس تكون قصه حقيقيه باي باي